ورجعنا لكم بعد الفاصل نستكمل الفقرة الثانية من فقرات برنامجنا. طبعا بعد ما شفنا الطبق الجميل دوت الصبح بكل المكونات الغذائية بتاعته، لازم طبعا ننزل نعمل رياضة. وعشان نعمل الرياضة ديت بقول لكم صباح الرياضة والنشاط مع كبات النادي اتحاد النصر اللي مشرفونا النهاردة واللي مش أول مرة يشرفونا، واللي أنا سعيد جدا بتشرفهم لينا وبإذن الله مكملين معاهم الرياضة في مصر. يسعدني ان ارحب بالكابتن محمود السيد وشورته الكابتن محمود شيكو رئيس قطاع نادي اتحاد النصر والعضو المنتدب وعضو رئيس مجلس اداره نادي ابو كسب الفيوم. صباح الخير يا كابتن محمود. وبرده معانا الكابتن محمد عوض الله مدير قطاع نادي اتحاد النصر. صباح الخير يا كابتن محمد. وطبعا مش هننسى ان احنا نجيب الاشبال بتوعنا كنموذج مشرف للاعيبه اللي موجودين في نادي اتحاد النصر. يسعدني ان يكون معانا اللاعب احمد صابر. صباح الخير يا احمد. واللاعب احمد حسن. صباح الخير يا لاعب احمد. وصباح الخير يا كابتن مصطفى عامر اصغر كابتن معانا النهارده في الحلقه يا جماعه باين من الشكل. في البدايه كده كابتن محمد سؤالي مع حضرتك، احنا عايزين نعرف ان قطاع الكوره في النادي عند حضراتكم هل ان هو بيشتغل دلوقتي من حيث الاولويه انه يطلع لعيبه محترفه ولا انه يجهز لعيبه بحيث ان هم يطلعوا في الفريق الاول في النادي؟ تمام يا كابتن. الفريق الاول لنا الشرف كبير جدا ان احنا ندي لعيبه من اللي معانا، بس احنا معانا من 2004 ل 2010 اللي هي الناشئين، المرحله اللي هي السنيه الثانيه. اضرب شويه ارجع بضربك شويه برتاح. اللي هي مع الناس الثانيه كباتن ثانيه يعني، واخدين اسم ال 99 وال 2000 وال 2001 لحد 2003، دول هم اللي طلعوا للفريق الاول. انما احنا بنشتغل ان احنا تسويق، نودي لعيبه أندية مثلا أهلي زمالك الأندية اللي هي كبيرة دي اللي بنشتغل عليها. ورقم واحد إن احنا برضو نعمل حاجة في الجيزة، مش نازلين وخلاص. إن احنا مثلا زي الناس ما بتقول بينزلوا مثلا هدفهم إن هم يعملوا حاجة السنة دي لنفسهم، لا احنا بنعمل حاجة للعيبة اللي معانا. اللعيبة اللي معانا رقم واحد. تمام. مش يعني احنا حاجة عند حضرتك الاهتمام باللاعب اللي معاك. ده تمام. لازم اللاعب معانا رقم واحد لأن تعب معانا وقدر ظروفنا واحنا قدرنا ظروفهم برضو. تمام. ومعنا أولياء أمور، أبو أحمد بيحضر التمرينات كلها وشاف الدنيا كلها، وأنا بشكره والله شكر كتير يعني تعب معانا يعني بيقف معانا. ما حسسني بنوجه له الشكر برضو، أسرة البرنامج بتوجه له الشكر الجزيل يعني. تمام تمام بس. بالنسبه للسؤال ده اتفضل يا كابتن محمود. اتفضل ضيف حضرتك استاذ اسلام. ان احنا بنعد الناشئ ده ان هو يبقى حاجه، الاول حاجه لنفسه، ثاني حاجه للفريق الاول ان شاء الله، وربنا يكرمه ان شاء الله ويروح نادي كويس ان شاء الله، اهلي زمالك او اي حاجه مثلا ممتاز يعني ان شاء الله. ولو طموح اللاعب نفسه ان هو يلعب في اي مثلا دوله اوروبيه مثلا زي محمد صلاح، زي النني، زي الناس اللي مشرفينا في العالم كله. طبعا تحياتنا، ربنا يوفقهم ان شاء الله. تمام. طيب احنا بقى هنبدا كده مع الشباب، احنا عايزين بقى نتعرف عليكم كده، الاسم والسن والمراحل الدراسيه بتاعتكم. اتفضل يا كابتن. اسمي احمد اشرف صابر، في اولى ثانوي، سني 16 سنه. تمام. في اولى ثانوي و16 سنه. تمام. اتفضل يا كابتن احمد. انا اسمي احمد حسن محمد، في سنه ثانيه اعدادي، عندي 14 سنه. تمام. اللاعب الصغير اصغر لاعب معانا النهارده في الحلقه. اسمي مصطفى عامر، والسن 14، وفي سن ثانيه اعدادي. تمام. يعني انا ما قلتش اصغر لاعب ديت كده تلقائيا. مظبوط صح حبيبي. طيب انا عايز اعرف يا شباب مراكزكم ايه في الملعب، وهل انتوا اللي اخترتوها ولا الكباتن هم اللي وجهوكم؟ انا بلعب فروت في الملعب، ودي انا اللي اخترتها. تمام. وبتأدي فيها كويس ولا؟ طيب تمام. كابتن انا بلعب هاف شمال. هاف شمال. وايه بقى الانجازات اللي عملتها في الهاف شمال؟ انت كلمتنا قبل الحلقه وقلت لي انت عملت انجازات، عايز اسمعها. انا جبت كذا يعني جون كتير. اسأل كابتن محمد. مباريات محدده كده فاكرها جون كون اسمنت حلوان. عملت ايه بقى في جبت جون في مواس كان في اخر 5-6 دقائق كده اول ما نزلت. انقذت بالفريق يعني، غيرت بيه مجرى الماتش. بص يا كابتن انا كنت بحب اوظفه في كذا مكان لانه لعيب راجل. تمام. وبيأدي اكتر من مكان. لو تفتكر الحلقه اللي فاتت قلت لك في لاعب اسمه احمد حسن. فعلا. بنزله بيأدي في كذا مكان، فهو قال لي يا كابتن عاوز العب هاف، في حته الهاف عندي كانت تعبانه شويه، فجالي فكر ان انا اجربه فيها. قال لي يا كابتن هاف انا مستغله في حته ثانيه.
لان انا شايف انه عنده طموح وهيبقى في حته نص الملعب او المساك هيبقى راجل، لان سنه بسم الله ما شاء الله صغير طبعا لسه بس الصغير ده بس أيوة. بسم الله ما شاء الله كجسماني وكقوه متكامله عند احمد، فنزلته في ماتش اسمنت حلوان ادى اللي انا قلت له عليه وجاب بسم الله ما شاء الله جون. هو غير مجرى الماتش خالص لسه بيتكلم اللي كان بيتكلم معاه في الكورس كابتن مصطفى. انا مركزي في الملعب باك رايت واللي انا اخترته انا وتمام فيه طبعا كباتن كده كده طبعا شايفينك فيه كويس اكيد سايبين. طيب مرجوعي هنا للكابتن محمود، انا عايز اعرف اهداف النادي الفتره اللي جايه، هل انتوا اهدافكم تلعبوا في الدوري الممتاز ولا العمليه الوقت حاليا صعب؟ طبعا استاذ اسلام ان هدفنا الدوري الممتاز، لان انا دلوقتي مش انا مش هدفي الدوري الممتاز، لان انا هدفي دلوقتي العب قطاعات، لان انا اصلا قطاع ناشئين، انا واخد قطاع ناشئين مش 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 ممتاز او ممتاز به او كده الكلام ده. انا دلوقتي هدفي ان انا ان شاء الله اعد لاعبين ان انا اسوقهم، دي حاجه دي الهدف تمام. الاساسي تمام. ان انا اسوقهم في جميع انديه مصر ان شاء الله وده يعني اللهم صل على محمد بجهود المدربين وبجهود الخطه اللي احنا عاملينها، ان احنا نعد الناشئ في البدايه ان هو يلعب في اي نادي كويس جدا. الخطوه الثانيه ان احنا لازم ان شاء الله نلعب ناخد مركز في اول او ثاني ان شاء الله جيزه، عشان 2004 هيلعبوا قطاعات وان شاء الله هكمل قطاعات باذن الله و2006 ان شاء الله هيلعبوا جمهوريه ان شاء الله لو صعدنا مثلا اول او ثاني. حاطط خطط موضوع للنادي فعلا واضح ان شاء الله، يعني ان شاء الله ده كله ده يعني بكل توفيق من عند ربنا ومجهودات المدربين ان شاء الله. وبعد كده البراعم دي احنا هنعد البراعم ان هم خلي بالك يبقى طموحه اعلى في اعلى في اعلى لحد ما يوصل للهدف اللي هو عايزه. طبعا لازم يحفز. كابتن محمود نسمع من حضرتك تعقيب على الموضوع ده. لا ما فيش اي حاجه كابتن محمود اتكلم في النقطه دي، انا بقول للعيبه بس يبقى ينزلوا ويبقى رجاله زي ما احنا طموحنا لازم نبقى ننهي حاجه في الجيزه. طبعا طبعا إن لازم نعمل حاجه لازم انا مش عاوز اركن بدري. انا مثلا دلوقتي عندي في 2004 10 ماتشات مش عاوز انزل بيه. لا ما ينفعش اقعد بقى خلاص، انا ال 10 ماتشات دول هلعب قطاعات هلعب جيزه، بعد كده بقى ابص للقطاعات ان انا مثلا اوصل القاهره العب بقى خلاص اهتم بالجمهوريه اللي الكابتن محمود اتكلم عليها. برضه ال 2006 معلش مش عاوزين نلعب جيزه ونقعد في البيت، لا احنا عاوزين نكمل لحد الاخر ورجاله تمام طبعا طبعا ونحط ايدينا في ايدين بعض، مش انا اللي العب ولا ده اللي يلعب، لا كلنا راجل واحد طبعا الفريق كله يلعب كايد واحده. واتمنى اللي قاعد بره زي اللي جوه وزي اللي جوه قاعد بره، اللعيبه كله قلبه على الماتش وعلى الفريق نفسه. اللعيب اللي اتمنى لزميله الخير صح، هيجي في يوم من الايام هيبقى قاعد بره، اللي كان بيتمنى له الخير هيتمنى له برضه الخير، ان اتمنيت له الشر والله هتنصب وهتطلع وهيتمنى لك نفس الطريقه صح. فانا بتمنى من اللعيبه تبقى طيب. رجاله وتلتزم في الحته دي يا كابتن. تمام. طيب ايه الخطط اللي وضعتوها حضرتك لتطوير قطاع الكوره في النادي بتاعكم؟ يعني ايه الخطط اللي شغالين عليها جديد او كلام من ده دلوقتي؟ والله احنا شغالين على خطط ان احنا مثلا نازلين مع فرق قويه جدا، لازم نشتغل مع اللعيبه بقوه، نشتغل مع اللعيبه بدني جامد، لان الفرق دي جاهزه يعني فريق زي الزمالك معانا في مجموعتنا الفريق جاهز جدا، جاهز واقف على رجليه بيتمرنوا من سنوات، انما احنا لسه مجمعين الناس يعني من شهر شهرين يا كابتن، فلازم ندوس عليهم على قد ما نقدر. لا طبعا عشان تواكب الفرق الثانيه اللي دخلت تمام معانا لعيبه من صعايده من هنا وفي لعيبه من كفر الشيخ ولاعيبه من الفيوم، يعني بسم الله ما شاء الله معانا لعيبه جامده جدا واقفين على رجليهم الحمد لله، واحنا مطمنين ليهم بس تمام. كل اللي مش مطمنين ليه الالتزام. لا الالتزام ده طبعا بقى بتوجيهات من الكابتن تمام محمود تمام الالتزام من اللعيبه وان شاء الله كابتن لازم طموحهم بس يبقى كبير تمام ان شاء الله. كابتن احنا مستعدين ان شاء الله لاي فرقه مهما كان الزمالك او الاهلي او الله اي فرقه ان شاء الله. انا بحيي في الكابتن محمود يا جماعه التحدي بتاعه ده الوقت اللي قاله على الشاشه دلوقتي. نطلب صوره الدكتور سليمان بعد اذنكم. بالنسبه للدكتور سليمان طيب الدكتور سليمان على الشاشه معانا، هو تحب تقول له كابتن محمود؟ بالنسبه للدكتور سليمان احنا في النادي اتحاد نادي الاتحاد الرياضي بابوكسا، احنا السنه دي كنا هنجمد نشاط اللي هو الدكتور سليمان طبعا هو اللي انقذنا في اخر لحظه في اخر لحظات وقبل التحدي مع الفيوم كلها، ان الدكتور سليمان وقف ناس قصاده كتيره جدا ان هم يخلوه يفشل، انما هو قبل التحدي واحنا قبلنا مع التحدي ان احنا ان شاء الله مش هنصعد ممتاز بقى ان شاء الله هنصعد ممتاز
وان شاء الله هنلعب الاهلي والزمالك وهتبقى ان شاء الله طبعا تحت قياده الدكتور سليمان. نوجه الشكر للدكتور سليمان والمجهودات اللي بذلها يا جماعه. طب يا شباب كده بقى، من مسالكم الاعلى في الكوره بقى سواء محليا او عالميا، نسمع يا كابتن احمد وعلى حسب مركزك. مروان محسن. تمام، انا عايزك لما تتكلم كده تمسك المايك تتكلم. مروان محسن. مروان. تمام كابتن. انا كريستيانو. مره واحده. يا نهار ابيض. ماشي يا مصطفى. انا محمد صلاح. ده محليا وعالميا؟ لا محليا. انا عايز محليا وعالميا. عالميا كريستيانو. كريستيانو تمام. طيب كابتن حسن صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا كابتن حسن، اهلا بحضرتك. تمام. تسلم تسلم يا ابو احمد. تسلم يا شباب. حضرتك والد اللاعب احمد. والد اللاعب احمد. الو يا فندم سامعني حضرتك؟ طب بنشكر الاستاذ حسن. بنشكر الاستاذ حسن. طيب يا شباب نفسكم تلعبوا في انديه ايه بقى كده سواء مصريه او اوروبيه؟ ارفع المايك. اوروبيه اللي انت نفسك فيه، مصريه ولا اوروبيه كده، وليه؟ ليه اخترت النادي ده مثلا؟ برشلونه. ليه بقى نادي برشلونه؟ اشمعنى؟ عشان اللعيبه اللي فيه ولا علشان النادي له اسم ولا؟ لا هو يعني كان هو اللي قدامي على طول كده يعني، واسمه قدامي وكده يعني. يعني ده كنت اتفرج على ماتشاتي على طول وكده. يعني متابع برشلونه كويس؟ اه. طيب تمام. كابتن احمد. انا محليا نفسي العب في الاهلي، عالميا مانشستر يونايتد. انت مصمم تغيظني يا احمد. طب صمت تغيظني، انت عارف ان انا زملكاوي وصمت تغيظني، عمال كل شويه الاهلي وصمت تغيظني. تمام، احنا برضه بنوجه تحيه للنادي الاهلي. يوم 27 هرن عليك واقول لك مفاجأة. لا ما ربنا يستر. كابتن احمد. انا كابتن نفسي العب في الاهلي برضه. انتوا متفقين مع بعض بقى؟ وايه تاني؟ هو حبا يعني، انا بحب النادي. احنا طبعا بنوجه تحيه لجميع انديه مصر يا جماعه، مفيش حاجه اسمها اهلي والزمالك، بس هو كل واحد على حسب الميول بتاعته، على حسب هو شايف ان هو نفسه يتفرج على مين او نفسه يقتدي بمين في اي نادي من الانديه. ونفسي على مين؟ على ريال. في ريال مدريد. طيب تمام، يبقى احنا عندنا اثنين هم في الدوري الاسباني وواحد دوري انجليزي. تمام. طيب يا جماعه، ايه اهم المشاكل اللي بتقابلكم يا كابتن محمود بقى في النادي؟ طبعا حكايه الدعم المادي دي اكيد اكبر مشكله. اكيد طبعا في الموضوع مش معانا احنا بس، مع كل انديه، اقول كل انديه الفيوم يعني بالنسبه للفيوم، وبرضه كل انديه مصر ما عدا اهلي وزمالك طبعا، والناس والانديه اللي هي شركات واللي هي تقدر تصرف على نفسها وتغطي مصرفها. اللهم صل على سيدنا محمد. الماديات هي بتوقف اي حاجه، اي حد على رجله. صح. الماديات يعني اي حاجه ثانيه، اي مشاكل ثانيه بتبقى سهله، ممكن مقدور عليها طول ما هي موجوده الامكانيات الماديات، خلاص بقى كده كل حاجه اتحل. تمام. انت يا كابتن محمود او كابتن محمد، في اي حاجه ثانيه غير الماديات مثلا، في اي مشاكل بتقابلكم مثلا في النادي نفسه او في يعني في الملعب نفسه مثلا، في اي مشاكل ثانيه؟ الملعب نفسه زي ما تقول تطوير مثلا، او احنا ناقصنا الملعب. لو معانا ملعب ما كناش محتاجين حته الماديات ديت. طب لو معانا الملعب، احنا دلوقتي بنروح نتكلم مع الملعب بيفرض نفسه علينا، لان غصب عنك لازم يكون عندك ملعب بيغلب راحته. فانا مش هقدر اغلي على اللاعب كده. اللاعب انا بشكر اولياء الامور ان هم وقفوا معانا لحد دلوقتي. الشكر لجماعه اولياء الامور ان هم واقفين مع اولادهم وبيساعدوهم وبيساعدوا النادي برضو ان هم على قد ما بيقدروا او على قد المجهودات بتاعتهم. بالنسبه برضه بالنسبه هي الماديات هي لو انا معايا ماديات انا هاخد ملعب اغلى ملعب طبعاً واحسن ملعب والكلام ده. ما مش ماديات انا هقدر بقى احاول بنوجه بس. والله يعني بنوجه صوتنا من خلال البرنامج لوزاره الشباب والرياضه ان هي توجه اكبر دعم ليها يا جماعه الانديه الصغيره ديت الناشئه، لان بجد بيطلع منها مواهب كتير جميله جدا. زي ما احنا شايفين الجماعه اللعيبه اللي معانا النهارده مشرفينا، واللعيبه اللي كانوا في الحلقات السابقه بجد نموذج مشرف ان اللعيبه في السن ده وبيبقوا وعاملين مستويات زي دي. وطبعا معانا برضو الكباتن اللي ما نقدرش ننساهم، اللي دايما برضو بيبذلوا مجهوداتهم برضو مع اللعيبه الشباب بحيث ان هم يكبروهم، ونسمع عنهم فيما بعد ان انتوا لعيبه كبار. تمام، بس انا عايز اعرف بقى ايه رايكم في الكباتن بتوعكم، مش عشان هم قاعدين. لا والله الكباتن واقفين معانا بكل جهدهم وبيساعدونا جدا، بيساعدونا قوي. وبيوجهوك طبعا تعمل ايه، وبيبقى ناقصك حاجه مثلا بيشتغلوا عليها برضو، تدريبات الاحماء الكلام ده. تمام.
طيب انت شايف هتشجع مين في النهائي؟ طبعا انت هتشجع الاهلي. الاهلي طبعا. انت خلاص جبت من الاهلي. انت مصمم على في دماغك يعني برضه؟ طب الزمالك جميل لحد؟ لا. طيب كابتن احمد رايك في الكباتن بتوعك؟ وطبعا انت في النهايه خلاص الاهلي برضه منهي. لا بيساعدونا وكده يعني بيساعدونا. عايز اعرف توجهاتهم ايه معاكم في الملعب مثلا؟ بتبقوا محتاجين حاجه مثلا بيقفوا يعني خططهم ازاي معاكم في الملعب؟ تمام. بيدربوكوا مثلا ازاي؟ بتدربوا كام ساعه في اليوم مثلا كده برضه عشان يحسنوا مستواكوا برضه؟ بندرب ساعتين. ساعتين في اليوم وكده. لا بصراحه كابتن محمد عبد الله واقف معايا كتير، وكابتن محمود. تمام. كابتن مصطفى اصغر لاعب في الحلقه النهارده. هم صراحه يعني متعاونين معانا، ويعني اي حاجه فيه بنتكلم معاهم عادي ونتكلم معاهم. لا وحلوه الدنيا. طيب تمام حلوه الدنيا. طب وهتشجع ايه في النهائي؟ الاهلي طبعا. برضه انتوا يا جماعه متفقين مع بعض ولا متفقين معاهم يا كابتن ولا بتخش؟ لا 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 ان شاء الله يبقى اتفاق برضه ولا انتوا الاهلي برضه؟ لا لا انا بقول لا احنا الاهلي برضه اصلا اهم حاجه، اهم حاجه الماتش يطلع كويس، واللي يكسب بقى من ورا قلبك اللي يكسب هو اللي يلعب احسن. لا من ورا قلبك. بص يا كابتن اسلام، اتفضل يا كابتن. احنا دلوقتي بنلعب نهائي افريقيا، ده اول مره تحصل. تمام تمام. فالعالم كله بيتفرج على الماتش ده. تمام. فانا بطلب من اللعيبه ومن الجمهور ومن مصر كلها ان الماتش ده بيتلعب باسم طبعًا مصر. طبعا يا جماعه احنا بنشجع. انا بضم صوتي لصوت الكابتن محمد عبد الله وكابتن محمود شيكو، ان احنا ما فيش حاجه اسمها اهلي والزمالك، احنا جمهور مصر بنشجع فريقنا اللي بيمثل مصر عموما قدام الدوري الافريقي او قدام البطوله الافريقيه. تمام. تمام. وعايزين نادي طبعا مستوى كويس قدامها جدا، ويا ريت ان احنا نلتزم بالاخلاق الرياضيه جدا يا جماعه ونلتزم في الملعب. في الاول وفي الاخر يا كابتن هو الجمهور بيبص لناحيه ايه؟ انا دلوقتي جمهور الاهلي بيبص ان انا عندي 8 لازم اخد التاسعه، جمهور الزمالك عنده 5 لازم اخد السادسه، لكن دول مش عايزين يقربوا من بعض. لكن والله كابتن انا مش بحسب لك، الاحسن في الملعب هو اللي هيأدي كويس، هو اللي هيقعد. تبص الفيسبوك يعني اسلوب مش كويس من الجمهور. هي في الاول وفي الاخر احنا على الفيسبوك. لا احنا لازم نهد طبعا، لازم نحترم النادي. في لفظ مش كويس، في لا احنا عاوزين بس ايه ده الرياضه هي بتحسن الاخلاق يعني. لو بتعدي الاخلاق بقول لك العقل متعتها في ايه؟ المتعه في ايه؟ ان انا رايح مع واحد زملكاوي، مش هينفع كلنا اهلاويه. اولا انا بروح اي كافيه او اي في البيت يعني الاعداد الاهلاويه بيبقى كتار، في ماتش الزمالك ممكن تلاقي 5 6، لكن الباقي كله اهلاويه. طيب فاتمنى ايه اتمنى فوز النادي الاهلي بتاعنا. تحبوا تقولوا ايه واحنا للاداره لوزاره الشباب والرياضه، او تحبوا تقولوا ايه في العموم كده من خلال برنامجنا؟ لوزاره الشباب والرياضه يعني يا ريت تبص للانديه اللي هي تعبانه ماديا، اللي هي في الفيوم، بقصد يعني في الفيوم، واللي هو بالاخص خالص نادي الاتحاد الرياضي بابوكس. لان احنا بقالنا من السنه اللي فاتت ما صرفناش الا يعني 50000 جنيه. تمام. يعني 50000 جنيه ازاي وانا قوام فرقتي؟ لو انا هضيق على نفسي قوام فرقتي حوالي 300000 جنيه. بنضم صوتنا لصوت الكابتن محمود شيكو، وموجه يا جماعه لوزاره الشباب والرياضه. كابتن محمد في حاجه حابب تقولها؟ في والله انا حابب بس اللعيبه باكد عليها تاني، يا ريت اللعيبه تلتزم، ويا ريت اللعيبه تقضي رجاله عشان نبص يا رجاله للموسم الجديد. وابص ان انا ايه اسوق لاعب 2 3، مش هقعد في البيت بعد كده. لا احنا طبعا بنشتغل على دي على انا دلوقتي اشتغلنا يعني عملنا كل حاجه. انت بافرد نفسك للانديه اللي احنا هنلعبها، ما تبصش ان انا لا انا هروح العب الماتش النهارده. يا كابتن انت بلعبني يا عم، طب ادي وانا هلعبك، والله هلعبك الماتش كله هتاخده، بس انت ادي والتزم في التمرين والله الماتشات هتاخدها. اتمنى ان اللعيبه يا جماعه يسمعوا نصيحه الكابتن محمد، يا ريت الشباب تسمعوا نصيحه الكابتن محمد وكابتن محمود، لان هم دولت باذن الله اللي هيوقفوكوا على رجليكم. عايز تقول حاجه اخيره مصطفى؟ وكابتن احمد حد من الشباب حابب يقول حاجه؟ طبعا يا جماعه انا كنت سعيد جدا بالضيوف. اتفضل يا كابتن محمد. النادي كله بيتفرج عليك دلوقتي اللعيبه. اتفضل. لو حد توقع النتيجه صح انا والكابتن محمود طيب هنجيب له هديه كويسه جدا. فرصه يا جماعه لو حد توقع نتيجه المباراه صح، نتيجه مباراه النهائي، كابتن محمد توعد ان هو هيديله هديه قيمه. تمام. بحب اشكر الكباتن اللي شرفوني النهارده واللي مشرفيني في كل حلقه واللي باذن الله هيشرفونا تاني، كباتن نادي اتحاد النصر، وبشكر الشيف ولاء على الطبق الجميل اللي عملته لنا الصبح. وبحب اقول لكم انتظرونا الاسبوع القادم في نفس الميعاد وحلقه جديده من حلقات برنامج ابن حياتك. دمتم امنين.